وصلنا إلى صفحتنا الرياضية، حيث اختتمت أمس على صالة نادي الكويت الرياضي منافسات البطولة الخليجية 16 لكرة السلة بإقامة المباراة النهائية للبطولة، والتي انتهت بتتويج المنتخب السعودي الشقيق باللقب فيما حل منتخب الكويت في وصافة البطولة. الزميل حسن بن غيام تابع مجريات النهائي الخليجي ووفانا بالتقرير الآتي. المنتخب السعودي توج بلقب البطولة الخليجية 16 بعد فوزه على منتخبنا الوطني بنتيجة 92-83 خلال المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي الكويت التي احتضنت البطولة. نقول مبروك حق منتخب السعودية وحارت لك منتخب الكويت، والأمانة اللي صار ويانا احنا الفريق فايزين عليه في بداية البطولة، كنا دارسين او محاضرين شيء وتفاجأنا بشيء مع المنتخب السعودي. المنتخب السعودي منتخب كبير، بطل العرب. وبالرغم من عودة الأزرق في آخر دقيقة إلى المباراة مجددا وتقليص الفارق إلى 4 نقاط، إلا أن ذلك لم يشهد نهاية ناجحة لمنتخبنا بعدما حسم المنتخب السعودي المباراة لمصلحته. بدينا بداية كويسة، فرقنا تقريبا حق 20 نقطة. بعد كده جانا شو اسمه رخينا في المباراة، رجعوا في الجيم، بس الحمد لله جلسنا مركزين من بداية المباراة لنهايتها، الحمد لله قدرنا نفوز. أول شيء نشكر دولة الكويت على حسن الاستضافة، بيعطيهم العافية. الصراحة كانت من أجمل الاستضافات، بطولة خليجية، والله ملك الحمد، يعطيكم العافية على الاستضافة. وجاء المنتخب البحريني في المركز الثالث بعد تغلبه على المنتخب الإماراتي بنتيجة 76-67 في المباراة التي سبقت المباراة النهائية لتحديد المركزين الثالث والرابع. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت. إذن مشاهدي الكرام، حول هذا الموضوع وهذا الحدث الرياضي الجميل والكبير الذي استضافته الكويت على مدى 9 أيام، يسعدنا أن نستضيف معنا في الاستوديو السيد ثامر عايض الشنفة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد كرة السلة الكويتي ومدير منتخبنا الوطني وصيف البطولة. صبحك الله بالخير وحياك الله ويانا. الله يحييك. وبداية طبعا نبارك لكم المركز الثاني، شفنا نهائي بداية البطولة، شفنا نفس النهائي في ختام البطولة. طبعا أهنيكم على أنت والقائمين في على اتحاد كرة السلة على هذا التنظيم الأكثر من رائع لبطولة الخليج 16 لكرة السلة. شلون مداكم؟ متى مداكم تجهزون وتضبطون أموركم هذه كلها؟ أول شيء أشكر لك على الاستضافة هذا أخوي نجيب، وبالعكس يمكن حنا فترة بسيطة اشتغلنا، يعني احنا كمجلس من شهر 5 اشتغلنا خلال فترة إعداد. أحب أشكر رقم واحد، أحب أشكر جمهور الكويت الأمانة، أحب أشكر جميع العاملين باللجان لنجاح هذا البطولة. الحمد لله نجحت البطولة بشكل ممتاز من ناحية التنظيم، مستوى الفني مرتفع الحمد لله. خدنا مركز ثاني كان طموحنا الأول، لكن في ظل بعد إيقاف مدة قصيرة إعداد، يعني خلال كم شهر خلال أسبوعين تم تجميعهم، اشتغلنا حسب إمكانيات اللي عندنا، ما قصروا ويانا الحمد لله على كل حال. اهم شيء ان رد التربه. انا هذا اللي ضايقني، يعني لما تقول الاعداد للبطوله. اي نعم. دائما ما نشوف، ليس في فقط في كره السله، بس انا اتكلم عن كره السله، هو في جميع اغلب الرياضات عندنا بالكويت. فتره الاعداد تكون بسيطه، في المقابل انت تطلب من اللاعب انه يجيب المركز الاول، ممكن انه يلعب لك من تبدا البطوله، يلعب لك مثلا مبارات او سنتين في مستوى عالي، لكن بعدها يبدي الهبوط في المستوى لأن اللياقة بدنية تقل، ممكن الإصابات، ممكن العضلة ما تساعده. نعم. في المقابل مثل ما شفنا حتى في هذه البطولة، منتخب الكويتي في المباراة الأولى أمام المنتخب السعودي فاز، في النهائي خسر، يعني ما يقدر يلعب 9 مباريات في هذه الفترة القصيرة. نعم، هو ممكن، لكن مو فوز وخسارة، أتوقع يعني هي يعني عامل شوي. احنا الشوط الاول والثاني ربعنا شوي ما كانوا متوافقين، وكان بعيد وتشتتوا شوي، وخلى فريق سعودي يوصل فرق ل 20. الشوط الثالث ردينا فرق ل 4 نقاط، لكن سبحان الله رد صح الفريق السعودي، يعني من المباراه شدوا سجال، شدوا جد بالعكس، لكن الروح العاليه الامانه، يعني لاعبين بشكل
مو طبيعي ما شاء الله. كل حتى الدول الخليجيه يثنون على الروح والقتال بالملعب اللي قاعد يسوونه الفريق الكويتي في ظل يعني المباريات هذه، لكن الحمد لله على كل حال. تقييمك للمستوى الفني للبطوله بشكل عام؟ والله بشكل عام البطوله كان مستواها الفني يعني نقول جيد، يعني ما هو حيل لكن جيد بالمستوى الفني. احنا يمكن بعيدين فتره طافت عن دورات الخليج، لكن شفنا امور طيبه يعني بالفرق المنافسه فيها تطور شوي، احنا دشينا وياهم بالجو، هذا امر طيب يعني باذن الله، لكن تامل اكثر ان شاء الله بالجاي باذن الله. طبعا احنا نبارك للمنتخب السعودي حصوله على المركز الاول، وارجع حق منتخبنا وكاتحاد وقائمين على الاتحاد وعاملين في الاتحاد ومسؤولين في اتحاد كره السله، النتيجة بشكل عام هل هي مرضية لكم أم كنتم تطمحون للأفضل، وما هو الأفضل في القادم إن شاء الله؟ إن شاء الله. احنا بالعكس احنا يعني كأخوان رئيس وأعضاء مسدارة كنا يعني نمشي خطوات متأملين أن نوصل شوي شوي بعد إيقاف، ما نبي نعلق كل شيء على الإيقاف احنا، بس نعم. فعلا هذا الإيقاف ضر اللاعب الكويتي، لكن حبينا نوصل، استعنا في جهاز فني، حاولنا نحط برامج بإذن الله حق المستقبل حق الفرق كلها، بنحاول عودة بإذن الله في عودة اللاعب الأجنبي، بنحاول نغير شوي نظام بالمراحل السنية عشان تطوير اللاعب الكويتي أكثر وأكثر للسنة القدام إن شاء الله. بإذن الله إذا تسهلت الأمور بإذن الله راح تشوفون في تحول في كرة السلة الكويتية. نرجع للإيقاف، تذكرت يمكن مرتين الإيقاف ووصولنا إلى المركز الثاني أو الوصافة في هذه البطولة، هذا طموحنا أم هناك طموح أكبر؟ لا الطموح أعلى طبعا، طبيعي أي شخص له طموح، وإذا لا أي رياضي ما له طموح خليه يقعد بالبيت أحسن له، لكن حنا بحسب إمكانياتنا حنا الرسمي شيء وصلنا شيء أقل من اللي إحنا نبيه، لكن نصلح فيه أخطاء طبيعي، دامك تعمل فيه خطأ في بعض الأمور بسيطة، لكن تطور لازم تسيد من كل خطأ صار وياكم بإذن الله إن شاء الله القادم أفضل. شنو الخطة الموضوعة للقادم إن شاء الله لاتحاد كرة السلة ولاعبين كرة السلة في جميع طبعا مراحل المراحل؟ والله أخوي نجيب عنا عندنا شهر 4 أولمبيات الخليج بالكويت إن شاء الله على مستوى الرجال، عندنا الصيف 20 شهر 4 شهر 4 جميل، وعندنا بالصيف 2020 بطولة الخليج للناشئين جميل، وعندنا بطولة 2021 هم بالشباب ناشئين بطولة الخليج، وبنحاول نشتغل على المراحل أكثر، نحاول نهتم بالنشأ أكثر، وبإذن الله مع يعني نرسم جداول مع وقت القادم بإذن الله راح تكون أمور أفضل بإذن الله. مستعد؟ هل راح يعني إحنا يعني نقول إحنا فترة الإعداد لبطولة الخليج كانت قصيرة؟ أسبوعين. أسبوعين. عندنا شهر 4 أولمبياد بالكويت. بالكويت بإذن الله. متى تبلشون استعداد لهم؟ والله هذا السؤال صعب، لان عندنا لازم نخلص الموسم اول شيء. عندنا موسم، لازم نخلص الموسم الرياضي للانديه وعقبه ان شاء الله نطلع. نتأمل بشهر يعني. امنياتنا شهر اتوقع. شهر يوفي؟ والله يعني معقول نقول، ما نقول حيل لكن شهر معقول جدا. شهر مع كثره المباريات. نعم، تلعب مباريات اكثر، تلعب يعني فيها خلال شهر تلعب لك 12 مباراه شيء يعني اتوقع يكون زين. إذا حصلنا الشهر بإذن الله. قبل أختم وياك كلمة أخيرة ودك توجهها لمن؟ أشكر طبيعي، أشكر الجمهور، أشكر الرجال العامل في الاتحاد لنجاح البطولة، أشكر الهيئة العامة شباب الرياضة على دعم الاتحاد السلة، أشكر الجميع، أشكر اللاعبين، أشكر الجهاز الفني على المستوى الروح اللي قدموه. أيضا نحن نشكرك أستاذ ثامر عايض الشنفر رئيس لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد كرة السلة الكويتي ومدير منتخبنا الوطني، شكرا جزيلا لك على هذا المجهود، وأيضا أشكر اللاعبين لاعبين كرة السلة المنتخب الكويتي، أيضا أبارك لكم مركز الوصافة ما قصرتوا ورايتكم بيضة، وتشرفت بوجودك. لي الشرف، وإن شاء الله نشوفكم في لقاءات أخرى ولكن مع الذهب إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله.